سمير، سمير قصوري. أخوي سمير أنت من وين؟ فرنسي، من الأصل من المغرب. طيب أنت يعني كحاج وأكيد لديك مشاهدات، لو تصف للمشاهد رحلتك الإيمانية حتى وصولك إلى هذا الموقع، انقل لي مشاهدات. فالحمد لله مشينا من جدة، وبعد بجدة وصلنا إلى هنا إلى منى، وبعد منى روحنا للعرفة، وبعد عرفة مزدلفة، فنمنا في مزدلفة، واليوم الحمد لله سوينا الرجمة العقبة، الحمد لله لم يكن هناك زلزال ولا ازدحام ولا شيء، فالأمور ما شاء الله ماشي على ما يرام. جميل. طبعا وأن خير لك وأنت أيضا تحمل الجنسية الفرنسية ومن دولة المغرب، ما هي الصورة التي سوف تبقى عالقة في ذهنك، صورة أثرت فيك في الميدان من مشاهداتك للحجاج، ما هي الصورة؟ فالصورة أهم شيء ما شاء الله، فالحمد لله احنا في أحسن بقعة في العالم ما شاء الله تبارك الله. فأول شيء صورة هي طيبوبة القلب للرجال الأمن، ومن هذا المنبر أشكرهم كثيرا. فالواحد الحاج بيكون تعبان وكذا، فعندهم كلام الحلو اللي بيخرج من فمه، وبعض المرات يعني بيسووا موية على الوجه، فكل هذا طيبوبة القلب يعني ما شاء الله صورة بتبقى في البال، وأشكرهم من هذا المنبر. جميل، ونحن نتشرف بخدمتكم، وإن شاء الله يكون يعني حج المبرور وذنب مغفور، وأن ترجع إلى الديار سالما معافى. أيضا معنا حاجة، تفضلي، عندي حاجة هنا، تفضلي عندي، تعرف عليك. السلام عليكم. زينب. زينب، يعني انقلي للعالم مشاهداتك يعني حتى وصولك إلى هذه المرحلة. الحمد لله كان كل مناسك ما شاء الله مرت بخير، وكل الناس طيبين، وكلهم فيها روح مسلمة، كلنا أخوان، من حسبنا كنا أخوات، كنا أخوان، الحمد لله كله مر على خير. هل من موقف بالتحديد أثر يعني سوف يبقى عالق على مر الزمان، وأنت في هذه في رحلة الحج وهذا الموقع العظيم وهذا المشهد العظيم الذي يشهده كل العالم، الصورة التي سوف تبقى عالقة معك؟ الصورة أنه في ناس من كل بقع العالم تجي هنا لتلبية الله سبحانه وتعالى، فهذه صورة عظيمة أن تشوف الناس من كل القارات بتجي لهذا البلد المبارك سبحان الله. نتمنى لك حجا مبرور وذنبا مغفور، وأن ترجع إلى الديار إن شاء الله بكل عافية. آمين آمين، اللهم آمين الجميع المسلمين.